نتعرف على أجوائها برفقة الزميل شيار محمد. شيار، مساء الخير وكل عام وأنت بخير. نعم، عيد الفطر يعود علينا بالصحة والعافية، كل عام وانتم بخير، كل عام والجميع والزملاء بألف ألف خير. العيد مرة ثانية رجع علينا بعد شهر كامل من الصيام ومن التبريكات والعبادة. الآن وصلنا إلى عيد الفطر، هذا العيد الذي تستقبله أهالي السليمانية وسط يعني خطة أمنية وخطة خدمية الأمنية من أجل تأمين الاحتفال بعيد الفطر، وأيضا الخدمية خاصة السياحية والتي يعني قامت بتأمين الأمور الخاصة بالسياحة، إن كانت توزيع يعني بروشولات على نقاط التفتيش، وأيضا فتح خط ساخن من أجل السائحين الآن في أحد المولات بمدينة السليمانية، حيث بدأت يعني المواطنون وخاصة السياح يتوافدون إلى هنا من أجل الاحتفال وتقديم التبريكات بعيد الفطر. مباشرة أذهب إلى أحد القادمين من محافظة صلاح الدين، دكتور استبرق، مرحبا بك معنا في هذه الانضمامة، كل عام وانت بخير. وانت بخير، شلونك؟ الحمد لله بخير. شلون تشوف لي الأجواء هون بسليماني؟ أجواء العيد والله أجواء بديعة والجو كلش حلو. طب بالنسبة للعادات والتقاليد بالعيد تختلف بين صلاح الدين والسليمانية؟ والله هو احنا البلد واحد، بس اكو تتبع يعني انه العرب والاكراد، بس هي بصوره عامه شبه يعني نفس الشيء. عن طريق زياره الاهل، زياره البيت الجد. عن طريق زاكروس تحب تقدم تهاني العيد لمين؟ والله اقدم تهاني اول شيء للشعب العراقي كله والامه الاسلاميه كلها، وتهاني خاصه طبعا لاهلي والاخوتي والاخواتي اللي داخل العراق واللي خارج العراق. بالنسبة للاستقبال، التسهيلات التي قدمت لك عن طريق نقاط التفتيش، التسهيلات اللي هون، تعامل الأهالي المسلمين. بصراحة احنا دائما تكون جياتنا إقليم كردستان تكون أكثر شيء للسليمانية، بسبب أنه نقاط السيطرة أو الدخولية تكون الأمور كلش مسهلة، وشوفون عائلة شيء ما يعني عادي يمشونه، ما يوقفون أبدا. لا ما يوقفون. طب التحضير حضرتهم بسليمانية للعيد اللباس وكذا ولا بصلاح الدين؟ من حيث شراء الألبسة للأطفال وكذا؟ بصراحة احنا اشترينا قبل يعني، وهم جينا هنا هم أول ما بدينا هنا بهالمول ناخذ الأشياء اللي ضرورية، وتعرف عيد وأطفال ألعاب وشغلات يعني. إن شاء الله كل عام أنت بخير وينعاد عليك بالصحة حبيبي، تحياتي، شكرا. يعني هذه هي الأجواء هنا بمدينة السليمانية، أجواء الحب والفرح، خاصة الفرحة لدى الأطفال، يعني العيد يعني الطفل، العيد يعني تقديم السكاكر والحلويات للأطفال، فرحة العيد نراها موجودة في عيون فرحة الأطفال. بالنسبة للخطط الأمنية هنا في مدينة السليمانية، الخطط الأمنية كما قلت أعلنت عنها محافظة السليمانية من أجل تأمين المحتفلين. بالنسبة لشرطة المرور، كان هناك شرطة مرور مفارز منتشره في كل الطرقات. ايضا بالنسبه يعني الخدمات السياحيه التي تقدم هنا في مدينه السليمانيه، كل تقريبا اغلب الفنادق هنا ممتلئه بالسياح، الاعداد المتوقعه لدخول السائحين هنا في مدينه السليمانيه تخطت ال 75 الف سائح، التوقعات فقط وليس الاعداد الرسميه، توقعت الدوائر الرسميه الخاصه بالسياحه ان اكثر من 75 الف سائح دخلوا الى مدينه السليمانيه من اجل الاحتفال بعيد الفطر. فمره اخرى كل عام وانتم بخير. نعم، وأنت بخير. وفعلا يوم أمس كان هناك زخم كبير على مداخل محافظات إقليم كردستان للتمتع بأجواء عيد الفطر. ما زلنا في